وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. إليك شروق. شكرا لك هبة، شكرا لك دينا. الآن مع جولة أخيرة وأخبار الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17، الإسكندرية 24-17، مطروح 23-16، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 26-14. وعن السويس 25-15، العريش 23-17، طابة 24-19، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 27-19. والأقصر 28-14، أسوان 29-15، الوادي الجديد 29-12، شلاتين 28-27، حلايب 25-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.